مساء الخير متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة نسبيا وأجواء مستقرة، وانتشرت بعض من الغيوم أو السحب العالية ولكنها بدون أي فعالية. نتعرف على تفاصيل هذه النشرة من خلال الصور أو صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، والتي توضح انتشار كميات من الغيوم في شبه الجزيرة العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية ولكنها من دون أي فعالية. انتقالا إلى خرائط توزيع هطولات الأمطار من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس إن شاء الله، بنلاحظ خلو سماء المملكة من أي حالة عدم استقرار جوية أو من أي حالات جوية غير مستقرة. يوم الاثنين، يوم الثلاثاء أجواء مستقرة في عموم المناطق. يوم الثلاثاء مساء تتأثر المنطقة الجنوبية الغربية بزخات من الأمطار، إن شاء الله رح تكون بشكل يومي، ولحد يوم الأربعاء فجرا كذلك الحال، ويوم الخميس إن شاء الله. نتعرف درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض لهذه الليلة، بتسجل تقريبا 29 مئوية وأجواء غالبا صافية، الرطوبة 19% وسرعة الرياح 17 كيلومتر في الساعة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمين إن شاء الله في العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء بتسجل درجة حرارة عالية 42 نهارا 30 ليلا، الأربعاء 43 نهارا 30 ليلا، ويوم الخميس 43 نهارا 31 ليلا، وأجواء حارة في العاصمة الرياض إن شاء الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.